قديه ممكن اليوم هيك نتيجة الظروف بالحياة أو نتيجة الضغط اللي علينا ممكن نحن نمر بحالات غضب كتير كبيرة، وبوقتها ممكن نفقد السيطرة على أعصابنا وتصير انفعالاتنا شديدة أو مدمرة ببعض الأوقات. طبعا مدمرة ممكن تكون توصل لمرحلة الأذى نفسيا أو جسديا أو تدمر علاقاتنا الاجتماعية العاطفية والعائلية أيضا. وأكيد ما بدنا ننسى أنه الغضب حق وشعور أساسي لازم نحن نشعر فيه ونستخدمه بالطريقة الصحيحة ونفرغ عن غضبنا بطريقة صحيحة، مثله مثل أي شعور اليوم، مثل الحزن، مثل السعادة، مثل كتير من الشعور يلي نحن نشعر فيه أوقات مثل القلق وحتى الإشمئزاز. يعني شيء طبيعي نحن نعصب، بس أهم شيء أنه نحن ما نفقد أعصابنا. ما هيك سلمى؟ صحيح. لهيك دائما عفاف بنقول الغضب هو شعور مثل طبعاً كل المشاعر الإنسانية، أو فينا نقول هو سلوك نتيجة كتير حوافز أو عوامل هي بتأدي لحتى نوصل للغضب. الغضب له أنواع، هاي الأنواع ممكن تختلف وشدتها ممكن تختلف، وبالتالي تأثيره النفسي ما بس بيضل تأثير نفسي وبيقتصر عند هاي الحدود، ممكن أيضا هذا التأثير يصير أيضا تأثير جسدي وصحي على الإنسان، ممكن يؤدي لتوتر، ارتفاع ببعض الهرمونات، وبالتالي هذا السلوك يتغير. كيف ممكن نسيطر على هذا الشيء؟ كيف ممكن نكون ضمن الحد الطبيعي لسلوكنا الغاضب أو غيره من التصرفات؟ كل هالأسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة هالة البدين، اختصاصية نفسية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. هلا فيكي. يعني اليوم موضوعنا ما في حدا يمكن ما بيعاني منه، وهو يمكن بالنهاية طاقة أو طاقة سلبية، هي بتولد أفكار سلبية، بالتالي بتولد يمكن تصرفات سلبية بتصير مؤذية كتير. خلينا نحكي عن الغضب، إمتى نحن بنكون هذا الشيء شعور يلي عم نشعر فيه هو مشكلة بحد ذاتها أو ما هو شعور طبيعي مثل الباقي؟ تمام. هلا الغضب مثل ما انت حكيتي هو حاله اساسيه وحاله صحيه وضروريه بالحياه، مثل اي مشاعر ثانيه نحن بتتعبنا، مثل الفرح، مثل الحزن، مثل غيره من المشاعر. فكتير مهم نحن نحس بهاي الاحاسيس والمشاعر، وكتير مهم نعبر عنها. بس هاي الحاله العاطفيه لها درجات يعني متفاوته، ممكن تكون حاله غضب خفيفه، ممكن تكون حاله غضب شديده. فلما هي تكون خفيفه فانا هون ما عندي مشكله، بس لما انا عندي حاله او نوبه غضب شديده عم بتاثر على جودة الحياة تبعي سلبا، فأنا هون عندي مشكلة. لأنه أنا هون لما بعصب كتير، طبعا لما عم تنتاب من نوبة غضب عم بتكون مترافقة بمجموعة أعراض، إن كان أعراض جسدية نفسية، هذا الشيء عم بيأثر مثلا على شغلي، على جودة الشغل تبعي، هذا الشيء عم بيأثر على بناء علاقاتي الاجتماعية مع الأشخاص اللي حواليي، إن كانوا عائلتي أو إن كان زملائي بالعمل، إن كان مديري بالعمل، فبالتالي عم بتأثر سلبا على علاقاتي الاجتماعية وعلى استمرارها. فبالتالي أنا نوبات الغضب المتكررة لما عم بتكون كتير بشكل متفاقم عم بتأثر بالمجمل على فينا نقول جودة الحياة تبعي. طيب أستاذة هلا، في كتير أشخاص بتبلش معهم القصة من مرة، بيكون بيفقد سيطرته على انفعالاته، ولكن فترة بعد فترة بنصير بنشوف هاي الردة فعله الطبيعية على أي شيء، بيستاهل ما بيستاهل، بياخد ردة فعل عصبية وبيصير غاضب زيادة عن اللزوم. قد هذا الشيء ممكن يأثر على الشخص مع استمرار الوقت وممكن فعلا يتغير؟ هلا هن الناس بشكل عام مختلفين من حيث التعبير عن الغضب ومن حيث الشده، بتلاقي مو نفس الاشخاص بيغضبوا بنفس الطريقه ولا بنفس الحده. يعني نفس الموقف قد يكون بسيط جدا بحدا ما بيعصبه، بمر عادي عند حدا ثاني فهو كثير بيعصبه بيستفزه، غالبا هدول دمه بارد ما كثير بالضبط، وهذا حدا كثير عصبي وناري بيعمل مشكله من اي شيء. وغالبا على فكره الشخص العصبي بيعرف حاله، يعني هو عم بيحس انه انا ما عم بقدر سيطر على أعصابي، ما عم بقدر سيطر على الموقف، عم نشوف إنه في كلام عم يطلع ما نو محسوب، كلام جارح مؤذي لغيره، حتى صرنا نشوف هون السلوكيات كمان كثير من الأحيان فيها جرح، فيها عدوانية. فهاي الحالة المبالغ فيها غالباً الشخص هو بحس فيها، وهون هو بالمرتبة الأولى لازم يوقف مع حاله ليلاقي حلول
مشان ما تصير هي السلوك، بصير انا دائما لما بدي اعصب بدي احكي كلام ما انه محسوب فيني اعمل اي شيء وشو ما يصير يصير. فمشان ما نوصل لهاي المرحله اللي هي صارت عاده او هاي طريقه للتعبير عن الغضب، لا لازم هون انا انتبه ووقف مع حالي في حال انا عم شوف عندي هاي الاعراض، وبلش لاقي الطرق المناسبه لحتى كيف اعبر عن غضبي وكيف فرغه بطريقه مناسبه. طيب استاذه، كثير نسمع انه لما حدا بيعصب او بيفقد السيطره على اعصابه وبيطلع هي العدوانيه اللي جواته، دائما بيلقى الحكم عليه انه هذا وشه الحقيقي او ظهر على حقيقته. يمكن مثبت علميا او في دراسه علميه ونفسيه بتقول انه هذا الوجه الحقيقي للشخص، قد ايه مدى صحه هذا الكلام وليش؟ هلا بالعموم بحالة الغضب أكيد ما أنه العقل هو سيد الموقف، هي حالة عاطفية بحت، حالة انفعالية بحت. فالإنسان لما بيعصب بيحكي كل شيء جواته بدون مجاملة، بمعنى بدون ترتيب لهاي الكلمات، شو في شيء بيحكي. فلهيك نحن منقول أوقات إنه هذا الوش الحقيقي ظهر. بس أنا هون لا، ما بفضل نعمم هاي الحالة، يمكن لأنه بيجرح بكلماته بتصرفاته فبيفكروا إنه هذا الشخص هو هيك، هو هذا الشخص، مع إنه لما يرجع يروق بعدين ممكن يندم، يحس حاله حكى شيء ما بيشبه حاله أو تسرع فيه أو يمكن يندم بعدين. فلهيك نحن ما فينا نعمم، نقول مثلا لأنه حكى هاي الجملة سيئة بحالة غضب أو بحالة عصبية فهو إنسان ما إنه منيح، إنه خلص أنا هلأ كشفت وش الحقيقي. لا مو صح، خلينا نأخذ الأمور بس بأنه هو هذا الشخص عمل هيك، فهذا مؤشر على إنه هو ما عنده شعور بالرضا أو هو في شيء زعج وعنده شعور من عدم الارتياح وفرغ بهاي الطريقة. فأنا هون كتير مهم اتعاطف أو اتقبل هاي الحالة لأنه هي أكيد رح تتغير بعدين، فأنه سامح يعني ما أخذ تكرة إنه خلص أنا هلأ استنتجت أكيد هو شخصيته هيك وأحكم عليها فورا، لا. طيب في كتير أشخاص، خلينا نحكي عن الطرف الثاني اللي بيتعامل مع الشخص الغاضب واللي بيصيبه نوبات غضب، مرة اثنين ثلاثة أنت بتحاولي تستوعبي بتسكتي، بقوم هو بيصير بيزيد فيها، بيبالغ، بيعتبر إنه هذا الشيء طبيعي اللي أنا عم ساويه، وبيصطدم مع الآخرين اللي ما بيتقبلوا هذا النوع. يعني خصوصا مثلا بالعمل إذا اثنين تخانوا وبيقول لك أنا ماني مضطر أتحمل عصبيته ولا مضطر أتحمل صوته العالي، أو إذا بيتلفظ بألفاظ مانا جيدة، بينما مثلا ممكن يكون الأهل بيتقبلوا هذا الشيء لأنه ابنهم بالنهاية، فبيتعاملوا بيحاولوا يستوعبوا الموقف. إنت الشخص هون بيفقد بقى الحدود، إنه يعرف إنه أنا مو كل الناس مضطرة تتحملني وأنا عم سبب مشاكل لنفسي وللآخرين بهالغضب. يعني هلا مثل ما قلتي، الشخص ممكن يتحملوا أهله بالبداية بس ما رح يتحملوا المجتمع أو الأشخاص الغريبين عنه، وبالتالي الشخص الغاضب هو مع الوقت تدريجيا هو على فكرة الخاسر الأكبر، لأنه هو رح يخسر الأشخاص. يعني أنا مثلا في حال عم بتعامل مع حدا كتير عصبي عم بيجرح لي مشاعري مرة بعد مرة، ممكن سامح مرة ومتين ثلاثة بعدين وصل لمرحلة أنه أنا ما عاد قدرانة كفي مع هذا الشخص وبدي اضطر اقطع علاقتي فيه، تمام؟ ولأنه في خيارات تانية بالحياة وفي بدائل تانية للأصدقاء. أما هو هذا الشخص فهو رح يخسر مرة واثنين وثلاثة، فهو رح يوصل لمرحلة أنه هو عم يخسر. فغالبا هون هو بده ينتبه لحاله انه انا علاقاتي الاجتماعيه عم بتتاثر، عم بخسر ناس مهمين بالنسبه لي، فانا هون بدي لاقي حل. وغالبا قلت لك هذا الشخص هو مدرك لهي الحاله، فهو هون بده يحاول اكيد يلاقي حلول. طيب كمان استاذه، نشوف الشخص العصبي دائما، خلينا نقول اللي اي ممكن فعل صغير ممكن يصير عنده رد فعل كثير مبالغ فيه، ممكن نعرف شو السبب الاكبر تجاه هذا، خلينا نقول جواته طاقه غضب كثير كبيره، يعني ما بيتحمل اي كلمه، ما بيتحمل اي ملاحظه، حتى ممكن تكوني عم تمزحي معه بوقت هو ما بده يمزح، فممكن بوقتها جد ينفجر فيكي. شو السبب وراء هذا الشيء؟ هلا حالة الغضب بالعموم إلى مجموعة كبيرة من الأسباب. أحد أسباب الغضب على فكرة الوراثة، يعني أحيانا بتلاقي طفل صغير بعمر كتير مبكر هو سريع الغضب، أي شيء بيعصبه لأنه غالبا حدا من أهله هو عصبي، هي رقم واحد، يعني سبب جيني أو وراثي فينا نقول. عندي سبب تاني هي الشيء المجتمعي أو ثقافة المجتمع فينا نقول، أو شيء بيئي اجتماعي. إذا بدي أقول لك نحن حكم ثقافتنا انه انا عادي اعبر مثلا عن الفرح، عادي اعبر عن الحزن، انا بروح ببكي عادي، بس يمكن مو صح اعبر عن نوبه الغضب تبعي كبنت اذا بدك.
اذا فينا نقول اكثر من الشاب يعني. فانه لا ما بصير عصب، لازم اكبت هذا الشيء. تمام. فمره على مره انا صار عندي حاله تراكميه يعني. انا كبرت وما تعلمت، ما اخذت ثقافه كيف انا اعبر عن مشاعري واوضحها بصراحه وبسلاسه وبانفتاح. انا عم بكبت هاي المشاعر وما عبرت عنها وما بعرف اساسا كيف اعبر عنها. يعني انا عصبت بس ما بعرف شو بدي اعمل. فانا بكبر بتفاجئ من حالي انه انا ردات فعلي كثير غريبه. يعني انا عصبت لقيت حالي عم بتصرف تصرفات عم بكسر مثلا، عم بحكي حكي ما بعرف من وين جايبته، انه انا مو هيك عاده بحكي. هاي نتيجه شيء انا ما تعلمته من صغري، فانا كبرت ما بعرف اعبر عنه. هلا هاي احد الاسباب. عندنا أسباب تانية هي مشاكلنا الشخصية. يعني إحنا اليوم كل حدا فينا عنده ظروف، عنده مشاكل بالحياة. يعني إحنا طالعين كمان هلأ من مثل ما عم نقول شو، إنه عم نلمم هيك حالنا وجروحاتنا وكذا، في ضغوط، في وضع اقتصادي سيء، فكل حدا فينا عم بيعاني بطريقة أو بأخرى. كل حدا فينا عم يشتغل عمله واثنين وثلاثة، فبالتالي الإنسان عم بيكون مستنزف ذهنياً وجسدياً ونفسياً، فهو بحاجة وقت على الأقل وقت استراحة. هلأ مو بس الطفل بحاجة استراحة، نحن ككبار بحاجة عن جد أوقات استراحة. فقدام هم نعطي حالنا هذا الوقت قدر المستطاع بيوم عطلة، حتى خلال دوامي أنا قدي قدراني أعطي حالي ولو كل ساعة 5 دقائق. هلأ هي 5 دقائق بس هي على فكرة كفيلة بأني شوي أرجع أشحن طاقتي من أول وجديد وأرجع أقدر واجه المواقف من أول وجديد. هلأ كمان في أسباب تانية، مثل مثلا في حدا حساس زيادة أكثر من حدا تاني. يعني الإنسان الحساس عنده شوية خوف من المستقبل أحيانا، شوية خوف مثلا من أبسط الأشياء، مثل حدا عنده مقابلة عمل أو راية على شغله أنه ما رح لحق، ما رح أقدر، بلكي فشلت. يعني عنده هاي المخاوف، فهذا الشيء عم بيولد عنده حالة من القلق والتوتر، والتوتر والقلق هو أصلا اللي أنا وداني لحالة الغضب. وممكن كمان الجو الطقس لحاله، هلا بتلاقي الناس بالشوب لحالها، صح، ما انا متحمله، صح، ما انا متحمله شيء. يعني كثير اوقات في قصص بتحسيها ما انا مستاهله، بس لانه الشخص مثلا متضايق، هي الظروف النفسيه بتأثر. هي تفصيله صغيره مثل ما عم بتقولي موجودة. شوب كثير او برد كثير، طب انا هاي لحالها كفيله بانه تخليني اتغير مزاجي. ايه تمام. كان للغضب او حتى للانعزال بعض الاحيان. طب خلينا نحكي عن اداره الغضب اليوم. مو بس عرفنا اسبابه وليش ممكن يكون والشيء اللي بحفزه، خلينا نعرف كيف نحن كأشخاص ممكن ندير هاي الحالة لحتى هيك نسيطر عليها، وبنفس الوقت لا نأذي نفسنا ونخسر العلاقات مع الأشخاص المحيطين فينا، ولا حتى مثل ما بيقولوا نزيد على الأشخاص المتحمليننا يعني. تمام. هلأ أول شيء بإدارة مشاعر الغضب، نعرف أو نحاول نعرف سبب الغضب أو السبب الكامن وراء الغضب. أنا لما بدي سيطر على أي شيء بحياتي، أي شعور، إن كان الغضب أو إن كان غيره، بدي أعرف شو السبب. فأنا بس أعرف السبب غالباً رح أقدر لاقي الحل إلى حد ما. صح. بعد ما أنا لقيت السبب بدي أدور على الحل. الحل إجباري بده يكون واقعي منطقي. يعني أنا بعرف ظرف البلد اليوم، بعرف شغلي، بعرف إمكاناتي الشخصية، فبدي لاقي حلول مناسبة ومنطقية. يعني أنا لازم أكون على دراية شو الشيء اللي فيني عدله أو غيره تطير حياتي بشكل أفضل، أو ما عاد يصير عندي حالات غضب. تمام. شو الشيء اللي بعدله، شو الشيء اللي ما فيني عدله. يعني أنا بدي أكون عارفانة أنه أنا في شيء مفروض علي أو في شيء هو سائد بالوضع العام، أنا ما فيني أعمل تغيير جذري، بس الشيء اللي أنا بقدر غيره ولو بشكل بسيط فأنا أقوم فيه. هلأ هون بدي أحكي فكرتين مهمين بهاي الحالة. كتير مهم اتقبل فكرة إنه كل حدا أو كل إنسان بالعموم ممكن بأوقات يصيب وممكن أوقات يخطأ. فأنا أكيد حياتي مو كلها أنا عم صيب وعم بنجح والأمور عم بتكون مثل ما بدي. أنا بأوقات تانية عم بفشل وعم بخطأ مرة ومرتين وثلاثة وعم بتعلم. فأنا لما بتقبل هاي الفكرة أنا برتاح. يعني تدريجياً يمكن بصير معي إنه عم بقدر بستوعب حالة الغضب تبعي أكثر. رقم اثنين، في فكرة كمان لازم تقبلها، إنه نحن كأشخاص أشخاص مختلفين. يعني أنا غير أنتي، غير أنتي، غير أي حدا. الإخوات بالبيت مو مثل بعض، فأنا بدي أتقبل هذا الاختلاف، بدي أتقبل الشخص مثل ما هو، مثل ما هو بيفكر ومثل ما هو بيحكي ومثل ما هو بيتصرف، مو مثل ما أنا بدي. فبالتالي أنا ما فيني سيطر على الأشخاص وأعملهم مثل ما بدي. تمام. بس أنا فيني سيطر مثلا على نوعية علاقاتي مع الأشخاص، على طريقة بناء علاقتي مع العالم، كيف بتعامل معهم، فيني أعدل حتى بطريقة تعاملهم معي. هذا الشيء قادر أنه يكون ضمن السيطرة، بس ما فيني يغير العالم ككل يعني. خلينا نطلع بنتيجة كتير حلوة من خلال كلامك، أنه التقبل أو المتقبل كتير من التفاصيل، كتير من الأمور، كتير من المواقف. إذا كان متقبل فهو
ممكن صار عنده شوية غضب بس عرف يدير هذا الغضب ويسيطر عليه ويتصرف بكل عقل وحكمة. اليوم أستاذي هيك آخر سؤال بختام فقرتنا، قديه ممكن أو قديه مهم لكل شخص ما نو قدران يدير هذا الغضب أو يسيطر عليه إنه هو يشوف اختصاصي نفسي يساعده بمعالجة هاي المشكلة أو هذا الاضطراب؟ يعني ممكن اليوم كتير من الأشخاص ممكن تخجل أو ما تتقبل هذا الموضوع، يعني دائما لما بنسمع بالاختصاص النفسي شو أنا مجنون. لا، قديه مهم نحن اليوم عن جد نشوف معالج يعالجنا لحتى نحن نتخطى هاي المشكلة. هلا إذا الموضوع كتير متفاقم وأنا عن جد حدا ما عم بقدر سيطر على نفسي وعم بتأثر على حياتي بشكل مباشر وسلبي، فمو غلط أنا ألجأ لدكتور نفسي وألجأ، لأنه في أدوية علاجية بالدواء. بس أنا شخصيا ما كتير بفضل نلجأ لأسلوب الدواء لأنه أنا ممكن جسمي يتعود عليها أو بعد فترة ما يتقبل أو تعطيني نتائج عكسية. أفضل الشيء نفسي من خلال خطوات على فكرة كتير بسيطة. أنا مثلا حسيت حالي بموقف ما عصبت، بمعنى عد العشرة، فكر شوي ولو ثواني لحتى ما أحكي شيء اندم عليه بعدين، بس فكر شوي شو بدي أحكي، اتنفس شوي، غير مكاني، قوم أعمل، مو رياضة، ما رح أقول رياضة، امشي بالمكان، إذا بقدر أركض بركض، أخذ نفس، اسمع موسيقى هادية، انتبه لجسمي أكثر بحيث وجه انتباهي بدل ما يكون باتجاه الشيء اللي أنا معصبني باتجاه جسمي. فأنا بحاول هون بكون قلصت إلى حد ما الغضب. يعني هي خطوات بسيطة بس إذا الإنسان بيتعلمها بيريح حاله نفسيا وبيلاقي حاله إلى حد ما عنده قدرة على إدارة الغضب. أكيد معلومات مهمة جدا، شكرا لوجودك معنا أستاذة هالة، ونتمنى نكون فدنا كل يلي عم بيتابعونا. شكرا لكم وللإخبارية السورية كمان. شكرا لك أستاذة هالة، وأكيد بنتمنى الصحة النفسية والجسدية لكل الأشخاص ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم.